هذه مجموعة من الأسئلة من المرسلة سين باء طاء من الدمام، تسأل في أولها تقول: أنا فتاة أبلغ من العمر 14 سنة، ولكني كثيرة النسيان إلى درجة كبيرة، أما الحكم إذا مست يدي المصحف وأنا حائض سهوا؟ إذا كان سهوا فالساهي ليس عليه حرج. قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال صلى الله عليه وسلم: عفي لأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. نعم.